Это был долгий месяц. Печально, что не все СНГ-команды прошли, но на это, наверное, были причины. Всем привет, друзья. Сегодня заключительный третий день СТАС Арабской Лиги, призовой $8000. После второго дня все СНГ-команды находятся в топ-5. И, естественно, у всех есть шансы на выигрыш. Дропаем ваши золотые лайки, комменты и полетели на Санук смотреть. Самолет с востока на северо-запад, круг центра чуть ниже. На второй зоне 12-18 вышли из своих руин и на мосту встречают бегов. ميتش من اعلى من اللاعب فوق قدام فريق 1218 يكون داخل ومستعد تيم 1218 اللي هو برضه مركزه جيد صراحه في البطوله لكن ميتش هيقع طول النوك داون لكن ايفو ستيشن تركي كمان يخطفه نوك دبل نوك ممكن ثالث نوك يا بالفعل 1218 يسحبه كل رخص تيم بيك كلان بيغلط غلط فادح في تقدمه ناحيه الجسر ولكن على طول تيم 1218 داخل مولع نار صراحه تونيكا مع بعض مع بيت الشباب مع ايفو ستيشن مسكوا الشباب يمكن حتى اخر لاعب يتم الاقصاء عليه لاعب تايمز والوحوش الالمان في اول جيم ليهم يكون يعتبر بالتسون لتيم بيك لان اللي كان هو بيتصدر сделали минус 3 и чуть позже закрыли последнего дали уже кп встретились с курдами للدراسه قالوا لي ان الاسم يلفظ اناليز ومعناه ايوه صح 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 مزبوط اناليز ده شيء صحيح فكرتني لكن الفريق كله باور دخل على فريق تريبل اكورد يا وحش في حد اللي يقدر يجيبه نوك اوت اتوقع اسمه اي جي لكن مش عارف مين هو اولد بوي كمان متواجد وحش النافي وحش البي ام جي سي لكن هنا نشوف اللاعب اي جي ال هيسيطر عليهم الشباب ازاي كلها باور عنده بيعدي قدامك اللاعب اولد بوي بيخبط بحلقته يا رياكشن يا رياكشن اول بوي اول بوي اون فاير لكن هنا حاليا بيحكي عن 2 في 1 كالاجا كالاجا هو لاعب علي يلا يا علي يلا يا علي يلا يا كالاجا خلصوا على اخر لاعب خلصوا على الوحش الروسي خلصوا على الدبل и это топ 14 для КП. Team Unique решили перегородить дорогу 12-18, но в итоге дуо осталось у Unique и трио 12-18. Парни стараются прорваться в круг, но он предательски шифтуется от них. И топ 8 для циферных и топ 7 для Unique. Переходим на финалочку, где Cryptix, лидеры турнира, трио выходят против Фейкурт и GSG. وصول اللاعب الشابوي للكمباوند وصوله الى مصدر لاما سيكم لو في حركه مع علي يا الله يا الله يا علي لو اتش بي بشكل كبير على اللاعب سيكو ممكن كان غير معادل علي يجيب الاول علي علي لا فريق تريبل اي كورد اتحرك يا علي اتقدم يا علي حارب يا علي قاتل يا علي جرينيد امام سينكو جرينيد امام سينكو قادم فريق تريبل اي كورد علي وكالاجا الخبره والانفوان الخبره والطموح القوه والاراده والدخول امام المارشال Но топчик забирает курды с 10 киллами. Мирамар, самолет северо на юго-восток, круг вниз, и сразу одного из гонцев закрывают в борьбе за транспорт. Почему одного из? Снова играли дополнительные аккаунты и не стали отпускать КП оппонента, начали преследовать. الجدد هنيا للنجمة جالكسي بالاتحاد نومي остается в засаде чтобы Гонза уехал дальше الجالكسي او النجمة جالكسي سبونسر يكون اتحاد ايرويز شيء جدا مهم وتقدم من فريق ممكن راح يعرض نفسه للخطر امام لاعبين الفريق المتقدم الكونيا باور ضغط كبير ممكن يكون نوك داون حاصل لكن تقدم النومي نوك داون مباشر من اللورد لورد يا لورد ورؤوف لاعب قدر ينزل جونزو من نوك داون تقدم مباشر لاعبين فريق النجمة جالكسي رؤوف يكون مسافر البحث على جونزو لكن جونزو راح يشد الرحال ويهرب من أرضية المباراة إلا ما عانى من التضاريس الصعبة والوعرة ورؤوف مطاردة كبيرة ما رؤوف يا رؤوف ال 1 2 3 الفيفال الجيري وين 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 يا حبيبي وين على الكونين باور وين من أطراف المناطق الصعبة ومستمر مطاردة من رؤوف واو رؤوف بمطارده صعبه هلا بي فريق الكونيا باور وناوي انه يخلص مباشره هنا اليو ام بي لك اليو ام بي بعد مسافات ما راح تعطيه المسافات Гонза все-таки удалось уехать коут боя будут доигрывать в дуо на третьей зоне во время файта на Лос-Лонес этим Юник перестреливается с Насер на востоке теряет игроков и также КП отлетели от 12-18 и Курт это топ 13 для них фريق اليونيك صعب انه يدخل لي زون لوست
صعبة صعبة جدا هتكون، لكن حاليا تيم يونيك مضطر ياخد ايه فاير يا ولد يا فروزن ام في بي ال بي ام بي ال يخطف لوك وخلي حسن. Хотели еще сковородкой добить, смотрите какие. Душат СНГ арабы, конечно. До остается у Юник. 12-18, теперь файте в кемпе с курдами. Сруд, علي, يلا يا علي. يلا يا علي, لا تونيك, لكن بنجروز هيكون شغال. هل علي تتحصل على اي شخص, لكن نوك اوت هتيجي بالمولوتوف. علي يا علي, يحاول يهيل بالمرة, يحاول يستغل هنا الفرصة. سرود هنا كل في حد نودي جاب نوك اوت, علي يقدر ينزل لاعب فيتش بالمولوتوف. خش يا علي كمل بالجروزا. يلا يا علي كمل, انقذ الفريق يا علي. الله. ستيشن سبليتي соседнем доме. Team Unique по непонятным причинам откисли от зоны на топ 9. Находят последнего из Криптикс и также Эва на топ 7. Переходим на финалочку, которая закончилась прямо в центре Лос-Лоноса между Team Rat и Nasser. ذكاء عالي من اللاعب بطيخة صراحة, لو قدر يجيب له كمان نوكاوت يبقى ذكي وبطل كبير يا بطيخة. يعمل بوش لكن سداد متوقعها. البريفير تيجي معاه في السكة عبد الهاب. يا الله عليك الدروب شوت اللي بيجيبها اللاعب عبد الهاب على اخر لاعب, هو اللاعب نابو بطيخة اخر شخص 2v1 سيتويشن وخارج الزون بالباندجز. واضح ان بطيخة مش هيقدر يهيل بالمرة. الجيم خلص خلاص لتيم الرعد اللي جابوا دلهاب اعلنها تماما. التشيكن دينر رعداوي, التشيكن دينر برعاية لاعب دلهاب ممتازة جدا. И топчик на Мирамаре за Team Rat. Рангли, самолет сверху вниз на вторую зону КП с мильты по дороге заезжает круг. Удачно одного из GCG сбивают, но приходится файтиться на двух амбарах с Nasser. Фик, он ляхуд الفاير. تأنى, تأنى يا المولى. لازم النصر يسبورس يتأنى في الفايت. لازم يكون متأكد الأول من الزوايا المتواجد فيها. لأنه ممكن يستطع على أكتر من تيم. زي ما حكيت لك, يقدر يعمل جيت كيبينج. لكن اللحظة الثانية, فولت على الكيل فيد. يقدر يجيب كمان نوكاوت على بيك لان. لكن أولد بوي بيغامر كتير ويكون قريب جدا من البطيخة. هنشوف نابو يعني نوك داون, لكن هل بطيخه يتشتت ولا لا؟ لانه عندك ثلاث لعيبه داخلين عليها المولا. بطيخه بيكون لحاله سولو في هذا الكومباوند. لا مع ميركل كمان. بطيخه ويا بطيخه والميركل المعجزه اللي متواجدين امام دخول كوني باور بهذه اللحظات اللي راح يكونوا بحاله دفاعيه شرسه. الكوني باور اللي ردوا كلام ثاني. النصر اي سبورتس, يلا يا نصر, يلا يا نصر حسن انت وزميل اخر نابو عليكم الدفاع بصوره ممتازه. بطيخه من الهاي جراوند, لكن دفاعات موجوده. بطيخه يا بطيخه, فرصه العمر, فرصة العمر يا بطيخة يضيعها بطريقة غريبة عجيبة. هناك الدعم يكون حاضر من لاعبين فريق النصر. سموكات للتغطية ونصر اي سبورتس في حالة دفاع امام الوحوش الدبابات الكازاخية. حاضر الهجوم, تاركين الجونزو من بعيد حتى يكون عامل وفارق مهم. نصر فتوشة اللبنانية متواجدة للدفاع ونصر اي سبورتس بهذا الكمباوند. فايت مهم, ضغط على جونزو ممكن يخليه يسبب ازعاجات. والبطيخة يا البطيخة يا البطيخة يا ولد يا وسيم يمن على اضرار رهيبة. بطيخة ممكن يكون جاب شوط خرافي تعرض لدمج. هنا سبليت كام, شوف وتمتع وتدلع يا المشاهد الدلع. شوف شنو اللي قاعد يصير امامنا من هذه الحرب. اولد بوي وين, ما تهربش يا حبيبي ما تهربش. يحاول ينسحب لكن جولز داخلين عليها من بطيخه. بطيخه يألمك يألمك يأذيك ينهيك ويخلص عليك. نابو يحترق لكن النصر اي سبورتس, النصر يا النصر للانتصار. هوم النصر امامنا. ميركل تعرض لدمج عالي والنومي. بطيخه تقدم بصوره مباشره, بحاول يكون باضرار كبيره على النومي. بطيخه ودمج العالي ولا بنومي. فرصه الانسحاب راح تكون مستبعده بل مستحيله الا اذا ما كان تقدم موجود من هنا. ضغط وبطيخه بوحده هيد شوت من الجونزو. بطيخه ينزل نوك داون. سموكات من النابو. الزميلان مطالب بالتغطيه والدعم وتميام تري فايف. دمج على النومي. رصاصات وابل وابل من الرصاص قاعد ينزل على بين فريق كوني باور خصوصا على النومي اللي ينزل نوك داون. باقي فقط جونزو هو اللاعب الاخير, هو الامل الاخير. هناك تقدم النصر اي سبورتس, استجابه سريعه والاحاطه تتم لمنع فريق النصر لمنع فريق كوني باور من اي فرصه واي امل للانسحاب. يلا يا نابو, يلا يا نابو, كفر يا نابو. خلي ميريكل يروح, خلي ميريكل يتدخل. وين النيد؟ اسحب النيد. سيناريو مرسوم من لاعبين فريق النصر اي سبورتس, سيناريو مسبق بالاذهان. الان التطبيق فقط, هل التطبيق يكون كالتفكير يا ميريكل ولا التقدم راح يكون حاضر؟ جونزو بنفس الجرينيد. بطيخه يلا ميريكل يا بطيخه, ينطيك الدعم, ينطيك الاسناد, ينطيك نوك داون ويقول لك روح بدع يا ميريكل, جيب الفينش يا ميريكل. جاك حسن من بعيد. توب 14 для КП. Далее 12-18 проезжает прямо на файт между двух команд третьими. راح يكون الاسناد قادم من وونتد. اسود الاطلس يتحكمون يتقدمون من الخلف لاعبين فريق 12 يا الله يا الله على وونتد وردة الفعل الخرافية على فريق ذا ألتيميت على أو على فريق 1218 اللي يأمنون على ريفايف للإيفو ستيشن. كيوتيل ينسحب والفايت راح ينتقل بين لوسيل و 1218.
لوسيل و 1218 يعني محتاجين تخلصوا منهم دلوقتي بطريقه سريعه كتير يا المولى. انت كانك بيحاول يستلم على كالاجا سوري على توليكا. توليكا نشوف هنا حاليا ورا الشجر يحاول تختلص عليه الفرصه بس اصلا ما عملش فيرست ايد. لو تلاحظ نفسه يعني شح اللوت اللي كان معاهم لوسيل بيعاني مع يمكن منتبه فيمكن كان معاه عنصر المفاجاه لكن هو قاعد منتظر شايف الاثنين ولكن ويا ضحيه كانه ما تربش على ولا واحد. غريبه كتير من كاري كان ممكن يلقط له واحد لكن كان متامل يمكن ولا واحد يكون مطلع عليه وبالتالي لوسيل сделали три кила и возвращаются в круг. А Team Unique рядом затеяли файт с Криптик за первое место в таблице. عبرك اللي يجيبوه ينزل نوك داون سينكو من الخلف على توفيز وضغط موجود الشابو يدخل بصوره ممتازه الشابو سينكو حاضر والخلف من الخلف يا الشابو اضغط يا سينكو ولعوا يا الكريبتكس ولعوا امن على ريفايف فيرست ايد 140 وانت اللي تدخل الزون صعب الزون داخل راح يعرق المسار لكريبتكس بهذه الحركه. Чуть позже Фрозена нашли и это топ 8 для ребят. 12-18 сплетанувшись в поле неплохо работают по вбегающим, набивают уже 11 киллов и можно переходить на финалочку, где 12-18 фулл составом остались против трио Revolution и Soak и Scriptix. الان مبدا التعامل يا كلاين يا كلاين يفتح ثغره كبيره للبوش جايين وداخلين الدبابات الروسيه راح تجتاح المكان تحاول انه تعزل الجميع انا هذا المكان قاعد اطيح حولي من عامل تريفا لكن صعب من هناك كلاين للدفاعات سموكر راح سموكر هربت راحت جلت نار 12-18 هم اصل النار и циферные ребята с 18 килами забирают топчик на Эрангеле. Санук самолет справа налево круг центр КП не зашли на Санук будем следить за Юник и 12-18. И сразу переходим на Юник. Парни на востоке встречаются с Абиа. Аж мешворок тур, груб стейдж, мстовал фан, уфлекер тлаят баллуши, лакин هنا Frozen داخل الوحش هنا الMVP اللاعب الصغير قدام تيم العبية لكن لا يا نوتس نوت على طول اختفى الأول لكن لسه في لاعب توفيز بيحاول يتوقع معاهم بيجيب عليه الفاير بيت شوت بتجيب لاعب نوت لكن لسه هودو كان بيصدر عليه بالدروب شوت يا سلام يا توفيز وانت وهود ايوه هو كمان ضحية لكن مايند عنده رأي آخر يا المولى تيم عبية ضد تيم يونيك مايند واللاعب انلايز وعاد عن بعض وفروزن وتوفيز اللي وقع في مكان سيء لكن اللاعب انلايز بيضغط كتير على اللاعب نوت لازم تخلص منه طالع ماسك سلاحك امسك سلاحك يا راجل ما تقعدش تضرب في الهواء انلايز يا انلايز بيخلص من اليوم بالفعل انلايز يجيب الاول الثاني انلايز وحش انلايز اون فاير بمعنى الكلمه اسباسيبا اسباسيبا اجريسيفنا مع بعض تيم يونيك هنا اهو لكن اخر شخص هيكون مين يا ترى اللاعب تايرنت الطاغي هل الطاغي هيكون طاغي على اللاعب اهو ولا بالنيدز لو سوري على اللاعب انلايز لكن هيعمل ريفايف اوكي والله انها جريئه كتير ريفايف من لاعب تايرنت لكن برضه نفس الفكره انلايز استغل الوقت انه يروح يعمل ريفايف ولكن لا هيقعد منتظر محمد كمان وصل محمد وثلاث لعيبه مره ثانيه المولى الفايت بتعاد مره اخرى بين تيم عبايه وبين تيم يونيك اللي الان يتامنون على مد ريفايف للاعب توفيز وضغط كل الضغط من تارنت فزعه الكلفيدي يبين معنا اكثر اخبار تكون موجود لكن تارنت الطاغي يكون حاضر على فروزن ام في بي السي اي اس يتعرض لدمج عالي من تارنت والانتشار الهاي جراوند العبيه اللو جراوند اليونيك الضغط كل الضغط ممكن يتم احد اللاعبين مايند وفروزن تقدم مباشره على تارنت ولو نزل ذا تارنت ذا راح يكون مصيبه لاعبين فريق العبيه اللي راح تفتح ثغره من الهاي جراوند بشكل جدا كبير تارنت يعاني والعبية تيم اما مايند يتساقطون الواحد تلو الاخر باقيين بلاعبين فقط محمد وهود وهاي الجرينيد لو كانت مكان الصحيح راح تولع المباراة جرينيد اسم ضرر لكن ما تجيب ولا داون ومايند تقدم على محمد عامل وهود عامل هولد قدم هولد هود جيبها يا هود سويها يا هود الاول والثاني فليم 7 ممكن يسوي هود على نلز هود ونلز 1 في 1 والزون ما يرحمشي خذ الفيرست ايد بندج الاول ايضا ياخذ الفيرست ايد تايمينج ممتاز تقدم يا ولد 1 في 1 بين الدبابه الروسيه والولد الاماراتي топ 15 для Юник. А 12-18, как всегда, если не ловили прок зоны, на поздних таймингах проходят. Ну а если не получается, уже остается один на перехиле. В итоге Тулика был в соло, топ 5 для 12-18 и топ 1 для Нигма. Последняя катка и в гонке за чемпионство остались только 12-18, отстают они на 10 очков. Миромар, самолет запада на северо-восток, круг центра чуть левее, и на Аля Захар, ход дроп, Team Unique против Revolution. Шельби, дыхали на халин на Team Unique, дебабет Русея, Аль-Хаджи, يكون قريب كتير من الشباب لكن هنا يكون مين توفيز معاه شوت جان حاجي اظن بدون فيست صعب كتير انه ينزل يغامر بحياته حتى لو معاه شلب على الطرف الاخر وكنت بحكي عن الموضوع فروزن خطف عليه نوك داون هي نوك اوت اللي ممكن تؤدي في بوش اخر على السو
ووكر يا فروزن بيست سباسيبا اجريسيف مره ثانيه من اللاعب فروزن وحش الوحوش اللاعب الروسي صغير السن لكن كبير بلعبه بأدائه الممتع والمتألقين فيه لاعبين تيم يونيك كان على حساب اقصاء وحوش اليونيك سوري وحوش الريفولوشن مايند هنا قدام اخر لاعب او سوري مش اخر لاعب اللاعب الثاني واللاعب شلبي قدام اللاعب مايند كان هنا بيحاول انه يهيئ في الوقت المناسب شلبي هي النيد يا شلبي هي النيد على اللاعب مايند اللي يتحرك من مكانه ويقدر يقراها صح قدر يتفادى لكن هنشوف بالطرف الثالث بالمنظور الثالث شوت بالشولدر بيك شلبي بالدروب شوت مسك البيكيسي اقعد سبراي ولا يهمك ولا يهمك لكن لايند مايند وتيم اليونيك عمال بيعذب تيم ريفولوشن يا المولى واخدوا واحد ورا الثاني كلات ثلاث كلات مقابل لا شيء قحط واخر شخص من تيم ريفولوشن مضطر على الانسحاب من اجل اللعب على السرفايف ولو лаба срыва у лябик один остался Revolution, спрятался но на крыше Unique так и не нашли его. Третью зону 12-18 пытаются заехать через юг и тут даже приезжают Team Unique. И что-то мне подсказывает, что Unique просто отдали поинты парням. Но до 12-18 все только начинается. Круг снова уходит от них и перед ними много команд. وهنا الفايت اللي حدد مين يفوز بالبطوله فايت كريتكس مع تيم 1218 لو تم اقصاء 1218 حسموها الدراري حسموها البطريق كلاين خارج الزون اللاعب الصغير خارج الزون طرقه يا نوك داون اسعد خبر يوصل له في تيم كريتكس لكن هنا كلاين يحاول يلم كلات لو تبقى كارثه نو دبل نوك داون لازم اخر شخص لو كلاين قدر يخلص من تيم كريتكس تبقى كارثه ممكن ياخذ منهم الصداره ممكن ياخذوا منهم البطوله تيم 1218 احنا بنشوف عمليه سرقه ل 4000 دولار بيتم سرقه 4000 دولار امامنا مباشره لكن هنا الوايب لو تم تبع كارتا كريبتكس حافظوا على نفسكم يا الدراري لكن كلاين عنده راي اخر ليزي بوي انت الامر الاخير ليزي بوي انت الوحيد اللي ممكن تمنع الاقصاء انت الوحيد اللي ممكن تحافظ على بقاء الفريق بسبب الريفايف وانت خلص من اللاعب كلاين هل ليزي بوي يقدر يخلص عليه ليزي بوي يا ليزي بوي خلص من الجروزا يلا يا ليزي تقدر يا ليزي خلينا نشوف ردة اللاعب كلاين هيف فاير من جول اسمه حاول تخلص منه كلاين من يمين ومن يسار ليزي بوي كلاين наверное закончились патроны что он сколько пытался ударить в итоге топ 9 для 12-18 а у криптикс все еще живет сольник топ забрали в итоге Курт, ну и чемпионами становится Криптик, зарабатывают они 4000 долларов. 12-18 сражались до последнего, респект проням, с пятого прыгнули на третье и утают 1000 долларов. Unique и КП аут. КП очень порадовали после первого дня, взяли два топа подряд, но дальше что-то пошло не так. Всем спасибо, кто смотрел со мной эту лигу, стрима, обзоры. Всем удачи и до новых встреч.